أدابنا هتكون عبارة عن إيه؟ عندي ربع كيلو من صدور الفراخ. إحنا كده هنتكلم الأول عن الطبقة الخارجية للكوبيبة. ربع كيلو من صدور الفراخ تكون مفرومة ناعم، كوبايتين من البرغل مغسول كويس، تمام، والبرغل برضو يكون ناعم. هنطحنه في المطحنة، عارفين المطحنة بتاعت البهارات، هنطحن فيها البرغل، يبقى كوبايتين برغل ناعم مطحون، تمام، وجاهز معانا. عندنا 3 كوبايات من المية المغلية، بصلة متوسطة مفرومة ناعم جدا، معلقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم، البهارات بتاعتنا تكون رشة من الـ7 بهارات ورشة قرفة بودر، ملح وفلفل اسود، وطبعا زيت كتير غزير علشان نقلي فيه الكوبيبة. طيب حشوتنا النهاردة هتكون ايه؟ هتكون برضو فراخ. هنحتاج لها ايه بقى؟ عندنا 1/2 كيلو من صدور الفراخ متقطعة صغير او مفرومة، عندنا بصلتين مفرومين، كوباية بقدونس مفروم، ومعلقتين كبار من السمنة، وكوباية لوز شرايح اذا كان متوفر. تمام، مقادير كلها بسيطة وسهلة والنتيجة هايلة. هنحط طاسة على النار، وعلى بال ما تسخن الطاسه تعالوا نحكي في البرغل. زي ما قلنا البرغل معانا النهارده هي الطبقه الخارجيه للكوبيبه، هيبقى عباره عن ايه؟ 2 كوباية من البرغل هجيبهم، طبعا اختار في البدايه نوع كويس جدا، لان البرغل من الحاجات اللي ممكن يكون فيها رمل او فيها زلط صغير، فبيبقى صعب جدا لو في حاجه زي كده، عشان كده ننتقي نوع كويس جدا علشان ما نقابلش المشكله دي. بعد كده هاخده في الكبه او المطحنه بتاعه البهارات، اطحنه وانعمه خالص خالص كده، انا مش هحتاج بقى حاجه تاني اشتغل بيها. بعد ما طحنت البرغل كويس جدا، 2 كوباية من البرغل هضيف لهم 3 كوبايات ميه مغليه مش سخنه، واغطي عليه واسيبه بقى يشرب كل الميه اللي انا حطيتها، هيبقى معانا بالشكل ده جاهز معانا وزي الفل ان احنا نشتغل فيه. تعالوا بينا بقى يلا نعجن الطبقه الخارجيه للكوبيبه. انا حطيت طاسة على النار عشان اعمل برضو الحشوة، والحشوة معانا برضو فراخ، يعني النهاردة كله فراخ في فراخ. هاخد الفراخ المفرومة وياخد شوية زيت، وهسيبهم يسخنوا كويس جدا جدا، واخد البصل كمان. دايما في تعصيج اللحمة او الفراخ خلي البصل هو نفس مقدار اللحمة أو الفراخ عشان الطعم يبقى حلو، الحشوة كمان تكتر معاكي. تعالوا بينا يلا نشتغل في البرغل. البرغل مطحون في المطحنة، نقعناه 2 كوباية، كل 2 كوباية برغل بيتحط لهم 3 كوبايات مية مغلية، غطيناهم وسبناهم ساعة، وبعد الساعة كان معانا بالشكل ده اهو، شرب ميته والدنيا بقت تمام التمام. هبتدي أضيف له الدقيق، احط كمان الفراخ المفرومه ناعم جدا، والبصله المفرومه، بصله تكون متوسطه الحجم مش كبيره، والثوم المفروم ناعم، ورشه قرفه ورشه بهارات 7، اظبط الملح والفلفل البهارات بقى ما تكتريش التوابل كتير علشان ما تغمقش الطبقه الخارجيه، والملح على قد الكميه. حلو الكلام ده، يبقى كده احنا حطينا البرغل اللي اتنقع ساعة في مية مغلية، وحطينا معاه الدقيق، البصل، الثوم، البهارات، صدر الفرخة او ربع الفرخة، ربع كيلو الفراخ المفرومة، كله كده تمام. قبل ما اعجن واحط ايديا فيه، تعالوا نحط البصل على النار عشان نعصج الحشوة بتاعتنا. ادي بصلاية هخليها تدبل، نفس التوابل اللي حطيناها مع البرغل هي اللي هحطها مع الحشوة، رشة من البهارات 7، رشة من القرفة، فلفل اسود، واكيد ملح بس مش هحطه دلوقتي. البصلة اتشوحت تمام مع البهارات وريحتها طالعة هايلة جدا. تعالوا نحط بقى الفراخ المفرومة علشان تتعصج. هنسيب بقى الفراخ تتعصج مع
البصل والبهارات، وما تنسوش ان احنا ما حطيناش ملح. هنستنى لما الفراخ خلاص تستوي هبتدي اضيف لها الملح. تعالوا بينا نعجن بقى الطبقه الخارجيه بتاعه البرغل على ما الكلام ده كله بقى يتشوح مع بعض كويس قوي. يلا، قلنا اهم حاجه في الموضوع خلي بالك من نوع البرغل، ضروري تختاريه نوعيه كويسه علشان يبقى ما فيهوش حصو وزلط والكلام ده كله ويطلع معاكي هايل. اقول كمان عملنا ايه في البرغل عشان لو في حد دخل علينا مؤخرا. البرغل كان عباره عن كوبايتين جبناهم طحناهم في المطحنه، نعمناهم، وبعد كده صبيت عليهم 3 كوبايات من الميه المغليه، مغليه مش سخنه، وغطينا عليهم. ضروري بقى الكلام ده كله، بعد ساعه هتلاقي البرغل خلاص امتص كل الميه وبقى تمام معانا وزي الفل. هبتدي اضيف له بقى الدقيق والبصله المفرومه ناعم جدا، وكمان البهارات بتاعتنا، وربع كيلو من الفراخ المفرومه، ونعجن زي ما انا بعجن دلوقتي كده. بعد ما عجننا كويس جدا الكوبيبه بتاعتنا، تعالوا نقلب الفراخ اللي احنا بنعصجها. تحفه، ريحتها هايله جدا. بدات الفراخ خلاص تدخل في التسويه، يلا بينا نضيف لها الملح. معانا لسه في الحشوة البقدونس واي نوع مكسرات انت بتحبيه، ولو مفيش مشكلة مش لازم نحطها. الكوبيبة من الاكلات اللذيذة جدا خاصة في العزومات، من الحاجات الحلوة قوي اللي الكل بيحبها. يا سلام كمان لما تتعمل بالفراخ، في ناس ملهاش تقل قوي على اللحمة، فبالفراخ هتطلع رهيبة وان شاء الله تعجبكم. حط كده الملح على قد كمية الحشوة، احنا حاطين الملح للبرغل فكده حاجتنا كلها تمام. وانا بحاول كده ان انا افك الفراخ من بعضها. زي الفل. بعرف منين ان الفراخ خلاص استوت؟ هي مفرومة ومتاخدش وقت، بس هستنى لغاية ما السوائل اللي موجودة عندي تنشف تماما، ما يبقاش في اي سوائل في الطاسة، وبكده تكون الفراخ استوت وزي الفل. احنا عندنا زيت على النار، ما تيجوا بينا كده نحمر الكوبيبة اللي احنا عاملينها قبل الهوا عشان تطلع معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل. بسم الله. نعمل بس واحدة قبل ما نطلع فاصل علشان يبان الموضوع. لازم الزيت يكون سخن تمام، لو حطيتي في زيت بارد ممكن تفك منك وتلاقيها شققت والدنيا ما بقتش لطيفه، فالزيت لازم يكون سخن والنار متوسطه. تمام، خلاص حشوتنا بقت جاهزه ان احنا ناخدها ونبتدي نحشي بيها الكوبيبه بتاعتنا. يلا بينا نرفع من على النار. خلاص زي ما انتم شايفين كده الطاسه نشفت خالص، ما فيهاش اي سوائل، يبقى الفراخ بتاعتنا استوت 100%. يلا بينا هضيف لها البقدونس، بيدي طعم حلو جدا. هضيف لها كمان اللوز المحمص ونقلب. يا سلام على الحشوة، تحفة. هنجيب معلقة بقى عشان نحشي بيها. ونبتدي ناخد من العجينة بتاعة الكوبيبة، المفروض بقى يبقى جنبي شوية مية، هجيب شوية مية كده عشان أبل بيهم إيدي عشان ما تلزقش. يا مية يا زيت زي ما تحبي. بسم الله. هبل إيدي واخد جزء كده هكوره
تمام، بصباعي الكبير هبتدي اعمل فتحه والف بالشكل ده. عملت زي طبق كده مجوف، هبتدي اخد من الحشوه واحط جواها واروح قافله كويس جدا واشكلها تبقى معايا بالشكل الجميل ده. تمام، قفلناها والدنيا تمام. هناخدها نحطها في طبق. تمام، يلا نرص عليه، نعمل واحدة كمان ونطلع فصل على طول. الموضوع سهل جدا. قبل التحمير يفضل انك انت تحطيها في الفريزر بحيث ان هي تتماسك كده شوية قبل ما نحمرها. عملنا تجويف، هبتدي اخد من الحشوة واحط جوه التجويف ده واقفل الكبيبة خالص على الحشوة. طبعا المية مساعداني جدا جدا ان انا احركها في ايدي من غير ما تلزق اهو، وهكذا لغاية ما تخلصي كل الكمية. تعالوا نبص على اللي على النار، ما شاء الله شايفين متماسكة، ما شققتش ما فكتش ما فيش اي حاجة خالص، لسه بس عايزة لون كمان شوية. الكبيبة اللي احنا عملناها دلوقتي على طول من غير ما احطها في الفريزر، يفضل طبعا ان انا احطها في الفريزر مش اقل من نص ساعة قبل ما احمرها، بس احنا هنحمر دول برضو والدنيا ان شاء الله تمام، مش هتفك مننا ولا حاجة. الكبيبة من الحاجات اللي نقدر نحفظها ليوم عزومة، يعني عندي عزومة وعايزة اقدم فيها الكبيبة. بتعتبر من الاطباق اللي هي سابقة التجهيز، يعني اعملها قبل العزومة بكام يوم مفيش مشكلة خالص، وافرزها في الفريزر واجي قبل الغداء اطلعها يدوبك تهدى حاجة بسيطة وانزل على طول في الزيت واطلعها سخنة على السفرة. فمن الحاجات اللي بتريح جدا جدا في العزومات، وتفرزها سهل جدا ان احنا بنشكلها وبنحطها في اطباق فوم. وما تحاوليش تحطي طبقتين على بعض، هي طبقة واحدة بس علشان ما يتحطوش على بعض، فبالتالي ان هي شكلها يتغير وتبقى مش مستوية. تمام، تعالوا بينا بقى نرص الكبيبة اللي احنا حمرناها مع بعض. عايز اقول لكم قرمشه من بره ولذيذه ولونها حلو جدا وحاجه مختلفه، وزي ما قلنا الى حد ما اقتصاديه كمان اكتر من اللحمه. تمام، احنا عملناها النهارده بالفراخ. قلبي يلا تعالي خلص ونديها. بالشكل ده ونكون خلصنا طبق الكبيبه. ما شاء الله بقى بالمقدار اللي انا قايله لكم عليه ده مش اقل من 40 قطعه بتطلع معاكي، فمتخيله بقى سيرفيس قد ايه على السفره من ولا حاجه فراخ، يعني كله على بعضه ما يجيش كيلو الا ربع فراخ، هيطلع معاكي الكميه كبيره تعمل سيرفيس كبير، حاجه مشرفه على السفره. ادي طبقنا طبق الكبيبه، حاجه كده بجد تحفه. بص بصه اخبار الكبيبه، بصوا اللي احنا عاملينها على الهوا، العجينه عصجنا الفراخ شكلناها كمان على الهوا، والدنيا تحفه جدا جدا، مفيش اي تشققات، الدنيا زي الفل. اهم حاجه في الموضوع الزيت يا جماعه يكون سخن وغزير عشان تنزل الكبيبه كلها تاخد لون واحد وما تشققش مننا. من الحاجات اللي بتخلي الكبيبه تشقق ان الزيت يبقى مش سخن قوي، فبتنزل بقى على البال ما يبتدي الزيت يسخن تكون هي شربت زيت وابتدت تفك مننا. زي ما انتم شايفين كده الكبيبة هايلة جدا. يلا بينا كده خلاص نشيل بقى الزيت من على النار خالص. تمام، الكبيبة طالعة تحفة جدا وعلى الهواء اتعملت من الألف للياء.